شوف، نداء إلى مدير العام للأمن الوطني، نداء إلى مدير الأمن الولائي، نداء إلى وكيل الجمهورية، حبوا يعروني وهذا اليوم يبات في السجن. لو كان ما يباتش في السجن أنا مش حابة نصور أعوان الشرطة احتراما لهم، احتراما للهيئة النظامية، مانيش حابة نصوركم، وراني عند الكوميسار لأنهم مقادريني وماش راح نصورهم. أقسم بالله وما يباتش في الحبس غير نرقد هنا وندير احتسام باش نعدت لكم مليح. هذا لو كان مشي أنا يا يعريني ينحي لي جلبابي، ينحي لي جلبابي ويقول لي نطيح لك بدوبياس، وباباه بالكاتكات هنا، باباه وراه، باباه وراه، باباه وراه، وكل المواطنين يشهد معايا، اغتصبوا حق المواطنين وحق النايب، حق النايب. السيد بغى ينحي لي حجابي وقال لي ندير لك دوبياس، هذه ظلم ولا وشنو؟ نايب أنا والله غير مات في الحبس، وتلقيوا عليه القبض ضربك ويبات موندا ديبو. تحيا العدالة الجزائرية. تأمن بالله نحالي، هز لي حجابي، هز لي حجابي، قال لي خليك بدوبياس، تقبلها عليا، تقبلها عليا. إلا عدالة، إلا عدالة تعطيك حقك ولا ماشي عدالة سي. يدخل للحبس والله ما يباتش مودا ديبو غير نرقد هنا. راكم تسمعوا يا شعب الصبحة، راكم تسمعوا يا مالين الصبحة، جيت عندكم متعري، جيت عندكم متعري، تحبوا ينحوا لي حجابي. راكم تسمعوا يا ناس الصبح، راني عند الكوميساريه. لو كان هذا ما يباتش في الحبس انا نموت هنا، نموت على شرفي، نضرب على اعراض الناس ونكفي بهم على الناس المغبونين. يجوا ناس يحبوا يعروني في اونتيران، الناس تشوف. يا وكيل جمهوريه محكمه تجي لف الحقني، اربع شفناه بالبرنامج اللي زرالو، جد على خاطر النواب ساكتين، خاطر الفساد كبير. اليوم انا نهدر، خليني نهدر، خليني نهدر، ملايين الناس تتفرج. هذا يخرج اليوم هو وباباه، اقسم بالله، اقسم بالله غير درت تبهدايل والله، غير ولات في المحافل الدوليه، تعدي لا نايب بالضرب والزب والجذن، ويهدر هو سير دو لوي، يهدر هو سير دو لوي متاكد، وحامي لانه على رئيس البلديه والناس داروا له القوه وداروا له الدراهم. والله واحد من هادو جميع اللي حاط يدو عليا يخلصها غاليه، اقسم بالله غير خلصوها غاليه. واحد داير اللحيه يلصقلو فيها غير الطعام، واحد جاني بالكوسيم والكاتكات جاهل ما يعرفش حتى القوانين، ووليدو هز لي حجابي وقال لي نعري لك بالدوبياس ونزورك ونبعثك الأمين دي زاد. راك تشوف يا الشعب الجزائري. حسبي الله ونعم الوكيل. تقبل على اختك انت؟ والله ما نقبلها. مسني في صدري، مسني في وجهي، مسني في يدي، ولا حسبي الله ونعم الوكيل. هو وبابا دعوا عليا بالزب وجد، بابا ضربني، هو شدي حب حب يهريني، طلع لي لايك بدا الحجاب وقال لي وري نزورك، ونطلع كلافي دي زاد يا اللي صابوك في الكباريات زنا خاطيني والله خاطيني. شفتوا الجرعة؟ روح روح هيا. شفتوا الجرعة يا ناس الصبحة؟ انا جات من نص الطريق على جالكم، ما ندخلش الكوميزارية انا، كي تسمعوا ما تسمعوني انا. لو كان تعرضت اختك واش تحس؟ واش تسمعوا لي انتم؟ واش تسمعوا؟ انتم كعوان شو تسمعوا؟ لا فوزية طارة ولا حقارة، انا ظالمة. كون تشوف كيفاش تاكيفاها مني والله غير تبكي. انا باتوا في الحبس والله. كاين اجراء قانوني؟ واش من اجراء قانوني؟ يدخل يسموه يبات في السيلوله، ما كان تقول لي كات كات ودراهم باباه يسلكوه ولا يزانترفونسيون، ما كان حتى وكيل جمهورية ولا واحد يحميه. كاين قانون في البلاد، الى قانون يحمي على واحد يفيبليي اللي دخلوا الحسبه بالك اللي هو يعبي يعريني. هذه السياره تاع باباه اللي راهي داخله كات كات، راكم تشوفوا، شوفوا هذا هو، راكم تشوفوا هذا هو اللي قال لي لها حيرو. تعرف شوف الطغيان تاعهم.
شعبي شعبي نورمال هادو كيف يديروا له؟ انا عمري في حياتي ما شفت طواغيت كيما هذيا، اقسم بالله في حياتي يا خويا وراس النبي محمد ما شفت طاغيه كيما هذا. كسر كل القوانين، ما على بالو لا بنايب، انا جيت نصور معاناه اهل الصبحه، انا جيت نصور الحقره، ما يجيش يجي يضربني برا، ما عنده حتى حقيقه داريه. الناس الصبحه كليتهم كلاو الاراضي تاعهم مرمدوهم، يجي انا يضربني يعريني برا. لا وعلا.